كيك زبادي، وده برضو حاجة بناكلها دايما في رمضان، وهنعمل معاه كريمات مختلفة من التمر وقهوة نوى التمر. بالنسبة لكيك الزبادي عندنا 3 بيضات، 60 جرام سكر، 3 معالق كبيرة عسل، 50 جرام دقيق، 300 جرام زبادي، بشر 1 ليمون، 1 معلقة صغيرة مية زهر، ونص معلقة كبيرة زيت. بالنسبة لكريمة الماسكربوني بقهوة التمر، هيكون عندنا 350 جرام كريمة، 50 جرام قهوة نوى التمر، 100 جرام صفار بيض، 75 جرام سكر، 30 جرام جيلاتين، و 350 جرام جبنة ماسكربوني. بعد كده عندنا كريمة التمر، هيكون 300 جرام تمر بدون نوى، عندنا 100 جرام مية، 30 جرام جيلاتين، و 2 كوب كريمة مخفوقة. بعد كده عندنا كريمة قهوة نوى التمر، عندنا 500 مللتر حليب، 100 جرام قهوة، قهوة طبعا نوى التمر، 50 جرام دقيق رز، 100 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة حبهان، وآخر حاجة عندنا شربات التمر أو جليز التمر، هيكون عبارة عن 100 جرام سكر بني ناعم، 90 جرام زبدة، 400 جرام حليب مكثف محلى، 100 جرام شربات 100 جرام دبس التمر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة. هنبتدي بكيك الزبادي، هنحط البيض والسكر وهنضربهم مع بعض، هنحط معاهم العسل، وبشر الليمون، ومية الزهر، وهنضربهم كلهم مع بعض. ونفس الحكاية بالنسبة لكريمة القهوة والماسكربوني، هاخد الكريمة وهحطها على النار مع القهوة، وأول ما يغلوا هصفيهم في حلة تانية، علشان طبعا احنا مش عايزين القهوة القطع الصغيرة بتاعتها نحس بيها واحنا بناكل الكريمة، فبالتالي هسيبهم على النار لحد ما يغلوا، وبعد كده هصفيهم. اللي بالكريمة بتاعت خليط الماسكربوني، والتانية باللبن اللي هي هنعمل بيها كريمة القهوة. هحضر مصفى لكل واحدة فيهم علشان احطها في الحلة بتاعتها، وممكن لحد ما يبتدوا يغلوا اضرب الصفار مع السكر لكريمة الماسكربوني والقهوة بتاعت نوى التمر. وبالنسبة لكريمة القهوة، هحتاج أخلط النشا مع السكر، أنا أسفة، دقيق رز مع السكر علشان، وممكن أحط معاهم كمان الحبهان
علشان دي الرز ما يكتلش مع اللبن السخن. اوكي الكريمة بتغلي، هصب فيها والقهوة الزيادة نشيلها. وهاخد نصها احطه مع البيض والسكر ونرجعهم تاني على النار. وهنخليها على النار لحد قبل ما تغلي على طول، نحطها في بول. هنحط الجيلاتين ونخلطه معاها، ولما الجيلاتين يدوب هنخلط معاهم الجبنة الماسكربوني. طبعا بنفس حجم قالب الكيك وهندخلهم الفريزر وأول ما يغلوا والتمر هيبتدي يطرى شوية هحط معاهم الجيلاتين وهضربهم كلهم بالهاند بلندر، وبعد كده أضيف عليهم الكريمة المخفوقة. وبرضو هندخلها الفريزر علشان تسهل علينا نقله فوق الكيك. وفضل عندنا اخر حاجة اللي هي ممكن نسميه جليز او شربات او اي حاجة، ممكن نضيفها فوق الكيك وممكن نضيفها جنب الكيك لو في شوية زيادة. كل اللي هنعمله ان احنا هنحط كل المقادير على النار، هنسيبهم لحد ما يغلوا ونتأكد ان السكر داب. عندنا دبس التمر، عندنا الزبدة، حليب مكثف محلى، فانيليا وقرفة. ودلوقتي هنبتدي نحط الكيك القطع المختلفة فوق بعض. عندنا خليني احط التمر هو اللي في النص. احط اول حاجة القهوة، كريمة القهوة، وبعدين كريمة التمر. كريمة القهوة مع الماسكربوني. ده هيكون شكل الجليز اللي حضرناه، وزي ما قلنا ممكن نحطه كله على كيك او نحط شوية ونسيب شوية للتقديم. هنجيب كمان أوراق نعناع